لله الذي ترفع إليه القضايا، الحمد لله الذي يرفع البلايا، الحمد لله الذي يجزل العطايا، الحمد لله الرحمن معلم القرآن خالق الإنسان، الحمد لله الذي يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شان، الحمد لله الذي حكم بالفناء على العباد فكل من عليها فان، سبحانك يا من قال لحبيبه حسبك الله، يا من قال لحبيبه فسيكفيكهم الله، يا من قال لحبيبه واصبر وما صبرك إلا بالله، يا من أرسلت محمدا إلى غار حراء وأنعمت عليه وعلى أمته بليلتي القدر والإسراء، وأنجيت إبراهيم من النار وجعلته من العتقاء، وأنجيت يوسف من الجب وصرفت عنه كيد النساء، سبحانك سبحان من شرفنا وأكرمنا وبعث إلينا أحب أحبابه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد أن جعلتنا من أمته وأتباعه وربطتنا به فنحن من أمته وأشياعه. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا اللهم فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك سوء وشر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق سبحانك ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اجعلنا ممن قبلت منهم الصيام والقيام، اللهم لا تجعلنا ممن ينقلب على عقبيه بعد رمضان، اللهم اجعلنا ممن اعتقت رقبتهم من النار، اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، اللهم أعده علينا ونحن في صحة وعافية يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك رضاك، اللهم إنا نسألك رضاك، اللهم إنا نسألك رضاك ثم رضا الوالدين، اللهم ارزقنا بر الوالدين ورضا الوالدين وشكر الوالدين، اللهم اجزهم عنا أحسن الجزاء برحمتك يا رب الأرض والسماء. اللهم إنهم أحسنوا إلينا غاية الإحسان، ربونا ونحن صغار، فأحسن إليهم يا رحيم يا رحمن. اللهم سامحهم فيما ضيعوا من حقوقك، وسامحنا فيما ضيعنا من حقوقهم، اللهم سامحنا فيما ضيعنا
ضيعنا من حقوقهم. اللهم أكرمنا ببرهم، اللهم أكرمنا بالسؤال عنهم والحرص عليهم. اللهم لا تشغلنا عن والدينا بمال ولا متاع. اللهم ارزقنا برهم، اللهم ارزقنا برهم. اللهم لا تجعلنا ممن يرفع عليهم يدا أو يرفع عليهم صوتا. اللهم لا تجعلنا منهم، فنحن يا الله كثيرا ما خاصمناهم ونهرناهم وقدمنا رضانا على رضاهم. اللهم إننا معترفين، اللهم إننا معترفين أننا في حق الوالدين مقصرين، فاغفر لنا يا رب العالمين. اللهم لا تجعلنا ممن يعق فيعق أو يهجر فيهجر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من كان من والدينا مهموما ففرج همه، ومن كان منهم مغموما فاكشف غمه، ومن كان منهم مديونا فاقض دينه، ومن كان منهم مريضا اللهم شافه من مرضي، اللهم اشفه من مرضي يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من كان من والدينا حيا اللهم أطل عمره وأحسن عمله وارزقنا وإياه حسن الخاتمة. اللهم ومن كان منهم ميتا أما أو أبا اللهم فاجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم أبدل سيئاته حسنات، اللهم أبدل سيئاته حسنات. اللهم املأ قلبه رضا ورضوانا وسرورا وسلوانا. اللهم ومن كان منهم في هذه الساعة معذبا في قبره، اللهم بدل عذابه نعيما، اللهم بدل عذابه نعيما، اللهم اغفر له، اللهم تجاوز عنه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من كان في جمعنا هذا بارا بوالديه، محبا لوالديه، عطوفا على والديه، اللهم ارحم هذا الجمع بسببه، اللهم ارحم هذا الجمع بسببه، اللهم ارزقه، اللهم زده إلى بره برا، وأعظم اللهم له أجرا، اللهم أحسن إليه كما أحسن إليه. اللهم ارزقه بر أبنائه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ومن كان في جمعنا هذا عاقا لوالديه، عاقا لوالديه، بخيلا على والديه، بخيلا على والديه، اللهم لا تعذبه بعقوقه، اللهم عجل ثوبته، اللهم اغفر له، اللهم تجاوز عنه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا من بيننا
بيننا عاقا لوالديه حتى لا نحرم إجابة الدعاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك في هذا الشهر الكريم أن تحن على المرضى، اللهم تحنن على المرضى، اللهم تحنن على المرضى. اللهم من كان في جمعنا هذا يشكو مرضا أصابه قد طال أمده وأشغله في صحوه ومنامه، اللهم اكتب له في هذه الليلة شفاء من عندك، اللهم اشفه روحا وجسدا، اللهم اشفه روحا وجسدا، اللهم وخص منهم مرضى السرطان، اللهم اشفهم، اللهم اشفهم، اللهم اشفهم، اللهم اشفهم، اللهم اذهب همهم، اللهم اذهب حزنهم، اللهم انك تعلم داءهم وتعلم دواءهم ولا يخفى عليك حالهم، اللهم فافرحهم بشفائك واسعدهم بعافيتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أفرح كل بيت بشفاء مريضهم، اللهم أفرح كل بيت بشفاء مريضهم من الآباء والأمهات والإخوة والأخوات والبنين والبنات برحمتك يا رب الأرض والسماوات. اللهم إن هناك مرضى في هذا الشهر الكريم على الأسرة البيضاء لا نسمع أنينهم وأنت تسمع أنينهم، لا نسمع شكواهم وأنت تسمع شكواهم، اللهم فاكتب لهم أجر صيامهم وقيامهم ودعائهم وهم على سرتهم يا الله. اللهم اشفهم وعافيهم ومن كل الأمراض داويهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم رحماك رحماك بالمرضى، اللهم رحماك رحماك بالضعفاء والفقراء، اللهم رحماك رحماك بالأرامل والمطلقات، يا من رحمته وسعت كل شيء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا. اللهم احفظ بلدنا هذا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظ بلدنا هذا بالإسلام واحفظه بالقرآن واحفظه بحب النبي العدنان. اللهم وحد صفوفنا واجمع كلمتنا وأزل أسباب الخلاف من بيننا، اللهم انصر أميرنا وملكنا وولي أمرنا محمدا السادس نصرا تعز به الدين وتعلي به راية الإسلام والمسلمين. اللهم اجعله هاديا مهديا راضيا مرضيا، اللهم احفظه بحفظك، اللهم احفظه من كيد الكائدين وحقد الحاقدين ومن شر المتربصين. اللهم
احفظه في ولي عهده وفلدة كبده. اللهم حقق له فيه مناه وأعطه سؤله ورجاه، واحفظ أخاه وكل من مد إليه بسبب ونسب يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك منازل الشهداء وعيش السعداء وعيش السعداء وعيش السعداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. يا سميع الدعاء يا سميع الدعاء يا سميع الدعاء يا ذا المن والعطاء. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.